لو الحكاية فيها إن فيجو. سألت دكتور بالنسبة للسيدات استخدام أحمر الشفاه ومسحوق التجميل في نهار رمضان هل فيه شيء؟ ينبغي تجنبه، ينبغي أن تتجنب المرأة هذه الزينة في رمضان في بيتها وفي غير بيتها، لأنها أدعى إلى ذلك، لكن في بيتها يجوز وفي غير بيتها لا يجوز، لا في رمضان ولا في غير رمضان.